الاهلي هيفكر في مين بقى يجي مكان ايوه حمدي فتحي؟ ايوه الناس بتقول محمد رضا بوب، طبعا هو رقم واحد. طبعا. طيب حصلت مكالمة هاتفية ما ايوه بين اتنين مسؤولين في النادي الاهلي ونادي بيراميدز. ده بيراميدز انت قريت السؤال اللي انا كاتبه ولا ايه؟ المباركه بتاعت بيراميدز للنادي الاهلي، ما هي دي ممكن يبقى وراها حاجات كتير قوي على الفوز وبطوله اللي الدوري هو بقالها فتره. البداية، ايوه تمام. بداية مصالحة. ف بيراميدز طلب لعيبة من الاهلي ومنهم محمد شريف، محمد شريف. تمام. الاهلي طلب في المقابل لاعب مهم جدا في بيراميدز. ايوه مين الكارتي. بالظبط كده؟ وليد الكارتي. الموضوع وصل لايه؟ اقفل إيه يا عم السكه دلوقتي، ما بلاش هزار. ف رافض بيراميدز. لا ده موافق ولا ده موافق لغايه دلوقتي، لكن فكره ان حتى فتح المجال للتفاوض بشكل ما بين المسؤولين ده ياكد لك ان الامور ماشيه باتجاه سليم، واتجاه ان هو ايه؟ يعني اذا كان ده هيفيدك خده، اذا كان ده هيفيدني ناخده. فبدات السكه تخش في القصه دي، قد يختلف في عنصر او اتنين، لكن بدا في حراك في من ناحيه الصفقات ما بين الاهلي وبيراميدز في هذا وفهمت. الاتجاه. فدي معظم طيب الكواليس اللي في ماشيه. حد جاي له عروض؟ خلي بالك حسين الشحات من ضمن اللعيبه المستهدفه من عنده الدوري السعودي يا جماعه. سعودي اماراتي قطري، وعلى فكره هنا في نقطه مهمه لازم يعني لازم نتكلم عنها ونقف عندها. ان هو عقده ينتهي نهايه عقده الموسم. ينتهي نهايه الموسم والاهلي تاخر في تجديد عقده، فبالتالي ده هيبقى مطمع لكل الانديه بتاخد لاعب فري، تمام كده؟ فكان ممكن تستفاد من ورا اللاعب لو كنت جددت الى عقده بدري. حتى الان، حتى الان حسين الشحات هيجدد عقده في الاهلي ويقعد. اه رغم كل العروض دي، حتى الان حسين الشحات هيجدد عقده في الاهلي ويقعد. هو تمام طبعا خد غرامه كبيره جدا عارف. بسبب الحركه بتاعت ده بابلاك سيما اللي يعني كل الناس اتكلمت عنها، فهو ما كان اتغرم معايا بشكل امبارح كبير. الكابتن سامي قمصان في مداخله، واصريت ان انا اساله على السؤال ده واركز عليه. هو زعل من التركيز على السؤال، بس هو قال في تعليقه على السؤال ده، قال لك مش كل عقوبه لازم نعلن عنها. خلاص يبقى في عقوبه. في غرامه ماليه كبيره بالظبط. ويستحق، استحق، يستحق طبعا، لان لكنه ده تصرف في للامانه تهور احد اسباب يعني حصول الاهلي على البطوله. طبعا وللامانه تطور بشكل كبير هو جدا وبيرسي تاو مع مارسيل كولر. اكيد الراجل طور الاثنين دول بشكل كبير، واسماء تانية كتير، طبعا طبعا لكن هو بصراحه كان ليه دور كبير جدا اكيد في حصول الاهلي على دوري الابطال. طبعا. زي ما بنقول دي، زي ما بنقول دي، صح. لان اللي بصراحه حسين الشحات اذا كان في لوم عليه لانه لعيب كبير ولعيب دولي وموجود دلوقتي في معسكر منتخب مصر، ما ينفعش اعمل اللي اتعمل ده. طبعا.